تحطي اللايك واشتركي في القناة احسن لك، وتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. حطي اللايك. فيديو النهاردة تجميع مشتريات باللون الازرق، مجموعة مشتريات ومنظمات مفيدة جدا. هعرفكم السعر والمكان. اول حاجة معايا طبق غسيل بلاستيك، شكله كيوت قوي مش تقليدي، الخامة بتاعته عالية، ده الحجم الصغير، ده اسم المكان اللي جبت منه الطبق وعنوانه ورقم تليفونه. حجم طبق الغسيل ده مناسب ان هو يتحط في حوض الوش وتغسلي فيه، سعره 65 جنيه. مخصصين له في الجناب مكان عشان تمسكي منه الطبق. هو انتاج شركة خورشيد للبلاستيك، مقاسات الطبق مكتوبة عليه. ده بقى الحجم الوسط، بيضاوي برضو ومكتوب برضو عليه مقاساته، وهو برضو انتاج شركة خورشيد للبلاستيك. الحجم ده بيتحط في البانيو لو عايزة تنقعي فيه حاجة او تغسلي فيه حاجة. هو حجمه مش صغير، وفيه على فكرة منه حجم اكبر كمان، هو في منه اكتر من مقاس. انا جبت المقاسين اللي يناسبوني واللي بستخدمه، وده سعره 75 جنيه. الطبق ده برضو جبته من محل نجمة الحرية. المحل ده عنده اشكال كتيرة، سواء مدورة مستطيلة مربعة دائرية، وعنده انواع مختلفة، وعنده بلاستيكات كتيرة جدا واسعاره معقولة. لما تيجي تشتري طبق الغسيل وحدي الشكل، سواء بيضاوي او مربع او مستطيل او دائري، عشان تقدري تحطي الطبق جوه الطبق وما تستهلكيش مساحة. حطي اللايك. ده صندوق قمامة للدبليو سي، في منه برضك كذا حجم، في اصغر من ده وفي اكبر منه. ده المقاس اللي يناسبني وحبيته، وجبته ازرق برضو لان كل ادوات الدبليو سي عندي باللون الازرق، وده سعره 75 جنيه. هو سهل جدا في الاستخدام ومريح، تقدري تحطي فيه القمامة بتاعتك بسهولة من اي اتجاه، وسهل كمان في الخلع عشان ترمي منه القمامة، بس بيلبسي السلة من جوه كيس عشان تحافظي على نظافته. هو انتاج شركة وينر وعليه رقم 5، وده المكان اللي اشتريته منه وارقام تليفوناته. ده الفرع اللي في مصر الجديدة في ميدان الجامع. دي فرشة تنظيف قاعدة الدبليو سي من جوه، بس دي بعلبة، سهلة في الاستخدام وفي التنظيف، جميلة جدا، سعرها 100 جنيه. هي غالية شوية لان الفرشة ليها حافظة على شكل رتان، وممكن الحافظة دي تنظفي فيها الفرشة عن طريق النقع في الحافظة بتاعتها في محلول تنظيف، عشان كده عجبتني وحبيت ان انا اجيبها. دي برضه جايباها من ابو النيل من نفس المكان، وارقام تليفوناته اللي ظهرت لكم من شوية. ده الفرع يا جماعة اللي في الشارع الجانبي مش اللي في الشارع الرئيسي. في ميدان الجامع اكتر من فرع لابو النيل، تقريبا 3 فروع. ده جردل المسح لونه ازرق برضك، جبت الحجم اللي يناسبني والشكل اللي يناسبني. انا مش بحب عادة الحاجة المدورة، بحب الحاجة اللي هي بتكون مستطيلة او مربعة عشان مش بتاخد مكان، وبحب شكلها اكتر. هو عنده كل الانواع وكل الاشكال وكل المقاسات وانواع مختلفة. ده سعره 70 جنيه. هو انتاج شركة خورشيد للبلاستيك، وده اسم وعنوان المكان اللي جبته منه. الجزء اللي فوق ده بيتفك عشان لو محتاجة تستخدمي الجردل من غيره، وله ايد عشان تشيليه وتنقليه من مكان للتاني. دي بقى سلكة الحوض على شكل ام، جايبها من فتح الله. دي الحجم الصغير، هي تركي وسعرها 14 جنيه. في منها الشكل اللي هو بيبقى الكبير المعتاد، انا حبيت ان انا اجيب دي وجربتها لقيتها مناسبة، وسألت البياع قال لي انها هتيجي مقاس اي حوض، ولما جاتش ارجعها، ولقيتها فعلا مقاس اي حوض. انا بحب منتجات رينا مورا، عشان كده جبت اللمامة دي الحجم الصغير 3 ريشة وسعرها 20 جنيه. دي تركي، كنت منزلها لكم قبل كده، لمامة السجاد اللي بايد. اللمامة عاملة زي المقشة وجميلة جدا، عاملة لكم ريفيو عليها في القناة، ابقوا شوفوه. وفي ناس كتير جابت اللمامة دي اللي هي عاملة زي المقشة بالظبط وعجبتهم. اللمامة اللي انتم شايفينها دلوقتي دي الحجم الصغير، ودي 3 ريشة، وانا عملت لها علقة عشان اعلقها منها. دي بقى جاروف بفرشة صغيرة او مقشة صغيرة
ملكة رينا مورا. الجاروف فيه كاوتش عشان تقدري تلمي فيه القمامة بسهولة. تصميمها جميل. الجاروف المقشة يبقوا مش منفصلين، كل واحد تلاقيه في ناحية لما تيجي تشيليه، لا بيركبوا في بعض، وعاملين كمان مكان ممكن تعلقيهم منه، وانا ركبت علقة عشان اعلقهم منه. ودول بردك انا جايباهم من فتح الله، وسعرهم 29 جنيه. المنظم ده بقى جميل جدا، ده منظم للصابون البودر، انا عاملة عنه ريفيو كامل لوحده. حبيت احطه مع الحاجة دي واحشره في الفيديو عشان باللون الازرق. حط لايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حط لايك. ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة. خلاص.